الرحمن الرحيم تشترط المماثلة بين الغاسل والمغسل إلا إذا كان الميت أقل من ثلاث سنين عمرا ولد عمره سنتين سنتين ونصف يصير مرض غسلة بنت عمرها سنتان ثلاثة إلا ربع المهم ثلاثة ما صايرة يصير رجل يغسلها اثنين الزوج وزوجته يجوز للزوج أن يغسل زوجته وبالعكس سواء اكانت الزوجية دائمة او مؤقتة ماخذها لمدة نص ساعة بالأثناء واحد منهم مات لو هو لو هي يصير تغسله يغسلها إيه يصير والمطلقة الرجعية في حكم الزوجة مطلقها طلاق رجعي وفي العدة توفي أحدهما يجوز أن يغسل كل منهما الآخر ثلاثة المحارم أخ أب عم خال ابن بنت عم خالة أم أخت محارم لكن بشرط أن يكون هناك مماثل ولو على نحو الاحتياط الوجوبي. واحد أمه ماتت يقول أريد أغسلها إذا يحصل مرة مرة تغسلها إذا ما حصل ما يخالف أو الأم ابنها مات تريد تغسله إذا ما حصل رجل ما يخالف حصل رجل يغسله زين اذا ما حصل خلص مماثل ما في بالبار رجال قاعد يمشي شاف مرة ميتة ما في مرة تغسلها شي يسوي ما يغسلها ما يغسلها عنده كفن يلفها بالكفن اذا في صلي عليها ويدفنها او بالعكس مرة شافت رجل متوفى وما في رجل يغسله خلاص تصلي عليه وتدفنه انتهى الامر. هذا الكلام اللي نقوله هذا ما له ارتباط بالاطلاع انه نقول والله هذا المماثل غير المماثل راح يشوف جسم هذا الطرف أو يلمس لا ما الارتباط وفرضه الحين أكو مرة ميتة يجي رجل ما يشوف كفيف ولابس دست بإيده يصير لا ما يصير القضية مو قضية يطلع أو ما يطلع مثل ما نقول الرجل ما يصير يصلي ورا مرة جماعه إذا قال زين نحط بردة ستار لا أشوفها لا تشوفني ما يصير ما يصير هذا حكم تعبدي يشترط في التغسيل المماثلة هذا شرط زين أيضا يشترط أن يكون المغسل مسلمة يصير واحد مسيحي مثلا أو يهودي يجي يغسل له مسلم لا ما يصير ولو فعل فهذا التغسيل باطل بل يشترط ولو على نحو الاحتياط الوجوبي أن يكون مؤمنا لا فقط مسلما مؤمن موالي زين إذا حصل لو فرض ما حصل في شخص مخالف أو أكون موالي توفى وفي مرة مؤمنة مرة مسافرة ويا زوجها وفرضوا وياهم صديق بس مو موالي بالاثناء زوجها توفي مو زوجها لان هي يجوز تغسل زوجها لا اخت مع اخيها مسافرين هم قلنا هنا اذا ايه اذا تعذر لا ما تعذر في مخالف. أجنبية خلنا نأخذ مثال حتى ينطبق مرة مسافرة وأكو اثنين رجال مسافرين أيضا واحد موالي وواحد مخالف الموالي توفي هذه المؤمنة تقول أنا ما أقدر أغسله هذا ليس مماثلة يصير المخالف بهالحالة يغسله إيه هذه حالة اضطرار أكثر من هذا لو فرضنا غير مسلم وفرضوا شخص مسيحي في شخص مسلم موالي وشخص مسيحي أو هذا المؤمن توفى هذه المرأة ما تقدر تغسله يجوز أن يغسله هذا الكافر هي تقول له تأمره تقول له يلا غسل يلف شيء على إيده حتى كذا ويشيل ماي ويصب وهي تنوي المرأة المؤمنة هي تنوي ويغسله الكافر يعني القضية لها الدرجة أنه كافر يغسله ولا مرة غير مماثل وبالعكس رجل ما يغسل مرة حتى لو فرضنا حصلت مرة كافرة تغسلها ولا الرجل المسلم المماثله شرط ضروري قد يتوفى الانسان على حدث اكبر وهذا يحصل كثيرا مره حائض ماتت وهي حائض نفساء كثيرا ما المراه تموت على الولاده فهي نفساء وتوفيت على الجنابه شخص مجنب مات وتصير كثيرا ما اما اثناء المقاربه يتوفى ياتيه الاجل او لا بعد المقاربه راح نام على اساس بعدين يغتسل وتوفي شنو وضع هذا في الغسل اكو شيء زائد لا هو نفس الغسل نفس الأغسال الثلاثة سدر كافور قراح يغسلوه غسل الميت وانتهى الأمر ارتفع عنه الحدثان حدث الجنابة أو الحيض أو النفاس وحدث الموت خلاص صار طاهرة يعني ما يحتاج أن يغسلوه مرتين مرة لهذا الحدث ومرة لهذا للموت غسل واحد يجزي ما في هاي منصوصة المسألة هذه منصوصة أكو رواية بهالمضمون أن كل إنسان يموت مجنبا تخرج منه النطفة التي خلق منها شنو النطفة اللي خلق منها تخرج منه حين موته كل إنسان يموت بهذه الحالة عموما الحين سواء هذه هي قضية خفية إحنا قد ما نلتفت لها لكن نفترض جنابة حقيقية مجنب أو مرة مجنبة وتوفيت حائض نفساء ماكو فرق هو غسل غسل الميت يجزي زين مر علينا انه ثلاث اغسال سدر كافور قراح والكافور نوع عطر قلنا الكافور نوع من أنواع العطر والقرآن الكريم ذكره في صفات بعض شراب أهل الجنة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها كافورا كافور هو بحد ذاته شيء يعطي نوع من الانتعاش يحطوه بعض الأدوية مالت الحلق القحة يحطوه بعض معاجين الاسنان كافور من لما واحد يستعمله تصير عنده حاله انتعاش المهم هو عطر عطر انا قلت قبل اربع خمس ليالي انه لولا انه استعمل للموتى كان الناس تتعطر به مثل الورد مثل افرضوا اي اي عطر اخر الزعفران مثلا آه العنبر المسك الكافور منه لكن لما صار يستعمل للموتى الناس اعرضت عنه مثل اللي آه يعني يرتابون منه يخاف يحط كافور وكذا اول تالي يكون يحطوا له يرضى لو ما يرضى اذا حصل اذا حصلها مو كل واحد يحصلها المهم هذا الكافور عطر نوع عطرا يوضع في الماء هناك ثلاث فئات من الناس في حال الحياه ما يجوز لهم يتعطرون. واحد المحرم المحرم لما نذكر محرمات الاحرام واحد منها التعطر يجوز المحرم يحط عطر ما يجوز. اثنين المراه التي توفي زوجها وقاعده بالعده عده الوفاه ما يجوز لها تتعطر. قلنا يكون تحد لا تتزين تحط حمرة وخضرة ولا تتعطر ثلاثة المعتكف معتكف في المسجد أكو ناس يعتكفون شهر رمضان غيره المعتكف أيضا ما يجوز ليتعطر يتعطر زين لو مات واحد من هؤلاء الثلاثة يغسلوه بالكافور الكافور عطر فقط المحرم ما يغسلوه بالكافور يغسلوه بماء سدر بعدين بماء عادي ومرة ثالثة بماء عادي ماي كافور ما, ما يحطوله له لأن هذا عطر هو محرم زين إذا واحد قال خو المرة هذه اللي بالعدة ميت زوجها لو توفيت يغسلوها بماء الكافور إيه يغسلوها لأن النص جاي بالمحرم المعتكف بالمسجد بحاله اعتكاف توفي. يغسل بماء الكافور، إيه؟ يغسل بماء الكافور. فقط المحرم. طبعا بالمناسبه المحرم في وضع معين يوصل الى مجموعه من الاعمال يؤديها اللي العطر يحل له. متى؟ لما يحرم للحج يروح العربات ومزدلفه ومنى ويذبح وما وي ادري يرجم ويذبح ويحلق بعده، الى الان العطر مو حلال له، كل المحرمات تحل الا ثلاثه الطيب والنساء والصيد على الاحوط، الصيد على الاحوط، هاي ثلاثه يجي الى مكه يطوف طواف الحج يصلي ركعتين يسعى بين الصفا والمروة الطيب يحل هاي اللي نسوي الناس من يحجون عادة ليلة 11 كثير من جماعتنا بالليل عقب ما يخلص النص الأول تبدأ كذا يجون بكثرة إلى المسجد الحرام شو تريد تسوي يقول أريد أسوي الأعمال زين الأعمال شنو هي طواف ركعتين سعي بعدين طواف النساء وركعتين هذه الأعمال خمس أشياء فأول ثلاثة من يسويها يطوف ويصلي الركعتين ويسعى الطيب يحل بس النساء بعدها والصيد فلو فرضنا واحد مات هالفترة هذه إجا المكة وطاف طواف الحج وصلى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة طاح مات بعده مو طايف طواف النساء الحين يريدون يغسلوه يغسلوه بالكافور اي يغسلوه لان الطيب قد حلله الطيب حل له اما اذا بعده مو مكمل السعي بنص السعي توفي ما يغسلوه بالكافور ما يسدر ما عادي بدل ماء الكافور وماء قراح اذا خلوه بثلاجة وواحد راح ناب عنه اولا منو قال واحد ينوب عنه باجي الاعمال هذا مات انتهى التكليف هذاك اللي ينوبون عنه الشخص الحي اللي ما قدر شخص حي وما يقدر صار مريض يناب عنه اما هذا ما في نيابه عنه خلاص انتهى الامر وبما أنه ما في نيابة عنه بعد هذا الحكم ما رح يأتي وصلى الله على محمد وعلى